في الحقيقة الأعمال المصرفية الأساسية بشتى أنواعها هي كان لها الدور الأساسي في هذه النتائج القوية للتسع شهور الأولى، وأرباحنا نمت الأرباح الأساسية يعني البوتوم لاين ربح طلعنا فيها تقريبا 6%، الأرباح التشغيلية نمت بمعدل 7.8%، النت انترست مارجن ارتفع الى 2.69 تقريبا، كلها مؤشرات جيدة. إضافة الى ذلك المخصصات كانت اقل من المعدل، وهذا دليل على ان المحفظة الائتمانية عندنا محافظة جدا. القروض المتعثرة للام بي الز نزلت عندنا من 1.7% إلى 1.39%، وهذا مؤشر إيجابي أيضا. يعني كلها يعني مؤشرات very healthy تدل على قوة ومتانة المركز المالي. بس اليوم في مسار جديد للفائدة، بداية الخفض لأسعار الفائدة. هلأ بداية، هل تتوقع بأنه تكون نسبة التراجع بأسعار الفائدة في الكويت مماثلة للاحتياطي الفيدرالي أم أقل؟ ما أقدر أقول، هذا طبعا يعتمد على البنوك المركزية اللي تحدد هذا الشيء، ولكن أنا أقدر أجاوبك من منطلق ثاني، أن كل ما نزلت الفائدة طبعا راح تفتح شهية الاقتراض أمام وبالذات الشركات الكبرى، راح يكون لها الرغبة في الاقتراض أكثر، فهذا راح يعطينا دافع لتغطية ما نفقده من الانخفاض اللي حيحصل في سعر الفائدة. طبعا هذا ما أعتقد راح يبين في العام الحالي 2024، لا تزال المؤشرات كلها في هذا العام جيدة وإيجابية، ولكن هناك عدم وضوح ما سيحصل في العام 2025، وطبعا هذه كلها تعتمد على ما ستأتي به البنوك المركزية وانعكاسات ارتفاع الفائدة عليها. وبالتالي يعني أفهم منك أنه ما في تأثير سلبي لخفض الفائدة على أرباح المصرف؟ في الشورت تيرم لا، ما في. في اللونج تيرم طبعا احنا ماخذين يعني احتياطياتنا، ومثل ما ذكرت لك تنوع الإيرادات ستؤدي إلى تخفيف العبء اللي حيحصل من تخفيض الفائدة. وتتوقعون زيادة بالإقراض وخاصة من قطاع الشركات، هل أيضا تتوقعون زيادة بطرح المشاريع في الكويت؟ إلى أي مدى هناك تفاؤل بالإصلاحات التي نراها أو قد نراها قريبا في الكويت؟ في الحقيقة في شقين الإجابة على هذا السؤال. أول شيء بالنسبة للشركات، الشركات ستتفاعل بسرعة مع خفض الفائدة، يعني راح يكون لها الرغبة بالاقتراض، وهذا طبعا احنا جاهزين لها، ونتوقع متى ما انخفضت الفائدة راح يكون انعكاساتها إيجابية بالنسبة للشركات. بالنسبة للأفراد يعني راح يكون سيناريو آخر، الأفراد راح يكون التباط فيها جزئي، يعني كل ما خفضت الفائدة جزئيا راح تؤدي إلى مزيد من الإقراض الفردي، يعني راح تكون على مراحل. وماذا عن الكويت وتفاؤلكم ببيئة العمل حاليا وإمكانية عودة المشاريع الكبرى إلى الكويت، المشاريع الحكومية؟ والله هذا متوقع هذا السؤال. حقيقة احنا في الكويت ننتظر بأن يكون فيه، طبعا الآن الوضع الإيجابي في الكويت صار فيه نوعا ما استقرار سياسي، وكما تعرفين أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى استقرار اقتصادي، وبالتالي إن شاء الله ينعكس إيجابا على ترسية المزيد من المشاريع التنموية اللي صار لنا من فترة طويلة بانتظارها. يعني مثل ما يقول it's about time أن تجينا، يعني الآن احنا ناطرينها، وفعلا كل المؤشرات القرار سيكون أسهل بكثير مما كان عليه في السابق. ما أشوف أي سبب بعدم ترسية المشاريع. على فكرة بدينا نحس في ترسية بعض المشاريع هذه، طبعا هذه رح سوف لن تحصل يعني أوفر نايت، يبيلها وقت، بس يعني أقدر أقول لك أن الكويت الآن على المسار الصحيح لدفع عجلة التنمية، خاصة كل المؤشرات، الاستقرار السياسي موجود، الاقتصاد الاستقرار الاقتصادي
يوجد الآن فريق حكومي يعني أقدر أقول لك أحسن أكثر تطورا، ينظر في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.